وبقى عنده فاستشاره معاوية في هلاك الحسن عليه السلام، فقال له: والله عندي أن ترسل إلى ابنتي شعيرة جعدته فإنها تحت الإمام الحسن عليه السلام، وتعطيها مالا جزيلا وتعدها أن تزوجها من ابنك يزيد لعنه الله، وتأمرها أن تسب الحسن عليه السلام. فقال معاوية: نعم أرواي، نعم أرواي، ولكن أنت الرسول إليها. فقال: لا، بل يكون الرسول غيري، لأني إذا سبت إليها يستوحش الحسن من ذلك، وربما فاتت مرات. فاستدعى معاوية رجلا من بطانته وخاصته ودفع إليه 100,000 درهم، وكتب معه كتابا إلى جعدة بنت الأشعث الله عليها وعلى أبيها، وأوعدها بالعطاء الجزيل وأن يزوجها من ابنه يزيد لعنه الله إذا قتلت الإمام الحسن عليه السلام. فسأل الرجل ونزل في بعض بيوت المدينة وأرسل إلى جعدة سرلان ماتت إليه ودفع لها المال والكتاب. ودفع لها المال والكتاب الذي من عند معاوية ورحمه، فصرت ملعونة بذلك سرورا عظيما، وكانت على أبيها من بغض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلمت أن أباها هو الذي أشار على معاوية بذلك، فما زالت ملعونة تتلبس به الغرلة وتنتهز فيه الفرصة والغفلة، حتى كانت ليلة من الليالي قدم إلى منزله وكان صائما في يوم صائف شديد الحار، وقدمت إليه طعاما في لبن ممزوج بعسل قد ألقت فيه ثما، فلما شربه حس بالسم، فالتفت إلى جعده وقال لها: قتلتيني يا عدوة الله، قتلك الله، وأيم الله لا تصيبين مني خلفا، ولقد غرك وسخرتك، والله يخزيه ويخزيك. ثم إنه عليه السلام لزم البيت وألزم نفسه الصبر وسلم لله الأمر، فاشتد الأمر عليه وبقى طوال ليلته، فأكب عليه ولده عبد الله، وقال له: يا بتي، هل رأيت شيئا؟ فقد أغممتنا. فقال: يا بني، هي والله نفسي التي لم أصب مثلها. ثم قال: فرشوني في صحن الدار واخرجوني لعلي أنظر في ملكوت السماوات. وفرش له في صحن الدار واخرج فراشه، فدخل عليه أخوه الإمام الحسين عليه السلام، فرآه متغيرا وجهه مائلا بدنه إلى الخضراء، فقال له الإمام الحسين عليه السلام: يا أبي، أنت أمي، ما بك؟ فقال له: يا أخي، صح حديث جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفيك. فقال له: ما حدثك به جدك وماذا سمعت منه
وماذا سمعت منه؟ فبكى الحسن عليه السلام ومد يده إلى أخيه الحسين عليه السلام واعتنقه طويلا وبكيا بكاء شديدا. ثم قال: أخبرني رسول الله فعلى طائف من البيت صلى الله عليه وسلم يبكي الباكون وإياه فليجب النادبون.